من بيروت مراسلتنا هناك كلودي أبي حنا. إذن تفاصيل أكثر عن هذه الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها في الشمال والبقاع، أسماء العناصر التي ضبطت وتم إلقاء القبض عليها. المهم في هذا البيان الصادر عن الجيش اللبناني أنه كشف حقيقة ما حصل في كفتون الكورة قبل حوالي أسبوعين حول مقتل 3 شبان من شرطة البلدية شكوا بسيارة على متنها حوالي 4 أشخاص كما قيل حينها، وعمد هؤلاء إلى التنقل وإلى حركات أثارت ريبة أفراد الشرطة هؤلاء، وعندما أقدموا باتجاههم وسألوهم ماذا تريدون أن تفعلوا رموهم بالرصاص وأردوهم وهم 3 شبان، وكانت مأساة في هذه البلدة في شمال لبنان. الآن يؤكد الجيش أن هؤلاء ينتمون إلى هذه الخلية الداعشية النائمة، وهذا الأمر يعني يثير الكثير من التساؤلات في لبنان. فهل سيكون لبنان مقبلا، إضافة إلى مآسيه المتتالية، سيكون مقبلا إلى مشكلات أمنية أخرى من هذا الطراز؟ لأن كثيرين ربطوا جريمة كفتون الكورة بهذه المآسي المتتالية التي يشهدها لبنان. التساؤلات المطروحة الآن بعد بيان قيادة الجيش، هل تمكنت القيادة من إلقاء القبض بالفعل ومن توقيف أي عمل لخلايا نائمة محتملة وتابعة لتنظيم داعش، أم أننا سنكون مقبلين على عمليات أمنية أخرى على غرار هذه الجريمة المنكرة في الكورة؟ التساؤلات أيضا تطرح نفسها من حيث لماذا هذا التوقيت في هذا الوقت، ولبنان كان يحتفل منذ بضعة أيام بذكرى مرور 3 سنوات على دحر داعش وتنظيم النصرة من جرود عرسال، فلماذا هذا التوقيت الآن؟ كيف عادت هذه الخلايا واللبنانيون يعتقدون أنه تم إلقاء القبض وتم إنهاء وجود هذا التنظيم الإرهابي من لبنان؟ فهل إن من أخذ عناصر داعش في الباصات المكيفة يعود ليأتي بهم إلى لبنان من أجل استخدامهم لغايات أمنية محتملة؟ هذه التساؤلات كلها مطروحة في لبنان، ولكن بالطبع يعني بالنسبة إلى أهالي الشبان في كفتون الكورة، هذا الإعلان من قبل قيادة الجيش يقدم بعض الأجوبة الأولية عمن قتل أبنائهم ولمن تعود السيارة التي تم الكشف عنها بعد إتمام الجريمة. نعم كلوديا أبي حنا مراسلتنا في بيروت، شكرا جزيلا لك.